أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها قتلت أكثر من 500 جندي أوكراني على 5 محاور قتال أساسية في دونباس وزابوروجيا وخيرسون خلال 24 ساعة الماضية. على الجانب الآخر، كشف وزير الدفاع الأوكراني أن بلاده تحضر هجوما مضادا ضد الجيش الروسي مع مرور عام على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. أعلن وزير الدفاع البريطاني أن بلاده لن تقوم بتزويد أوكرانيا بمقاتلات تايفون في المستقبل القريب. إلى ذلك، أفادت وكالة بلومبرغ أن بولندا سترسل اليوم دبابات ليوبارد 2 القتالية إلى أوكرانيا، وهي الأولى من أصل 14 دبابة وعدت الحكومة بتقديمها لكييف. أعرب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ عن شكوك الحلف في مصداقية الصين فيما يتعلق بالجهود الهادفة إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا. وفي تعليقه على الوثيقة التي نشرتها الخارجية الصينية بشأن التسوية السياسية في أوكرانيا، صرح ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي بأنه لا توجد ثقة كبيرة في بكين. صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل نهائي على بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وطبقا لصحيفة هارتس الإسرائيلية، فإن مجلس التخطيط والبناء الاستيطاني انعقد مرتين خلال اليومين السابقين، صادق خلال أحدهما على بناء 4000 وحدة جديدة، كما صادق خلال الاجتماع الثاني على بناء 3000 وحدة أخرى. قال مسؤولون في مالي إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 12 مدنيا في هجوم على قرية بوسط البلاد. وأضاف المسؤولون أن المسلحين اقتحموا القرية وفتحوا النار على الناس بشكل عشوائي، مشيرين إلى أن حصيلات الضحايا مرشحة للزيادة. قالت قائدة شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية إن 7 أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين و4 مراهقين أصيبوا في إطلاق نار بأحد شوارع المدينة. وأضافت قائدة الشرطة خلال مؤتمر صحفي أن من بين الإصابات حالات حرجة، مشيرة إلى أن الحادث وقع على بعد بضع مئات من الأمتار من مدرسة ابتدائية.